السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا اليوم الـ Digital Modulation and Multiplexing. الـ Digital Modulation ينقسم إلى قسمين أو ينقسم إلى نوعين. النوع الأول عندنا اسمه الـ Baseband Transmission أو الـ Baseband Modulation، والنوع الثاني الـ Passband Transmission أو الـ Passband Modulation. هسه راح ناخذ شنو النوع الاول وشنو النوع الثاني وشنو الفرق بيناتهم. الملتيبلكسينج يقسم الى انواع. اهم الانواع اللي راح ناخذها بدراستنا الفريكوانسي ديفيجن ملتيبلكسينج الاف دي ام، الويف لينك ديفيجن ملتيبلكسينج الدبليو دي ام، التايم ديفيجن ملتيبلكسينج التي دي ام، الكود ديفيجن ملتيبلكسينج اللي هو الكود ديفيجن مالتيبل اكسس اللي هو السي دي ام اي. هذني ان شاء الله راح ناخذ تعريف الملتيبلكسينج اول، وبعدها نشوف هذني الانواع شنو هن الاربعه وشنو الفرق بين نوع ونوع وشنو التقنيات اللي راح نستخدمها. نجي الى الديجيتال موديوليشن. شنو هي الديجيتال موديوليشن؟ سكيمز سيند بيت از سيجنلز. شنو يعني؟ يعني الاشارات اللي راح ترسل هي عباره عن بتات، يا اما صفر يا اما واحد، ولكن هذه البتات راح ترسل على شكل اشاره. شلون اشاره الجيب، شلون اشاره الكوساين، شلون اشاره الساين، اشاره الجيب والجيب تمام. احنا عاده عندنا الاشارات الديجيتال، الاشارات الرقميه اما صفر اما واحد، وهذه تكون اشارات نصيح لها بلسز، يعني بلس صفر واحد. بهذا النوع اللي هو الديجيتال موديليشن، هذه الصفر واحد راح نرسلها على شكل اشارات. هسه راح نشوف شلون، وراح نعرف التقنيات اللي راح نستخدمها بهذا الموضوع. عندنا الديجيتال موديليشن ديفايدد انتو تو تايبس، راح يقسم الى نوعين مثل ما ذكرنا بالسلايد الاول. النوع الاول عندنا البيس باند ترانسميشن، النوع الثاني الباس باند ترانسميشن. البيس باند ترانسميشن ان ويتش ذا سيجنالز The signal occupies frequencies from zero up to the maximum that depend on the signaling rate. هنا بهذه الحالة الإشارة اللي راح نرسلها أو المعلومات اللي إحنا نريد نرسلها هنا راح تأخذ جميع الباند مالتنا، جميع الترددات مالتنا من الصفر إلى نهاية الباند. يعني افترض أنت عندك باندات تمتد أو عندك ترددات تمتد من الصفر إلى المية، وتجي تريد ترسل إشارة، ترسل باستخدام الطريقة الأولى اللي هي البيز باند ترانسميشن. هذه الإشارة مالتك راح تقسم على المية فريكونسي كلها، يعني هذه البيز باند مالتك تتقسم على المية فريكونسي، على المية تردد كلها من الصفر إلى المية، راح نوزعها على مية واحد. هذه الحالة الأولى اللي هي البيز باند. الحالة الثانية الباس باند، لا، الإشارة اللي راح أرسلها أخليها برينج معين بفترة معينة. يعني أنا مو قلت عندي من الصفر إلى المية، فهاي الإشارة مالتي اللي راح أرسلها أخليها مثلا من 50 إلى 60 أو من 90 إلى 100، يعني أحصر هذه الإشارة مالتي بترددات محددة أو بمنطقة محددة. هذا الشيء نسميه الباس باند ترانسميشن. أما النوع الأول اللي أنا كل الإشارة مالتي راح أستهلكها، هذا النوع راح أسميه البيز باند ترانسميشن. نكمل. Then we'll consider scheme that regulate the amplitude, phase or frequency of a carrier signal to convey bits. These schemes result in البيز باند ترانسميشن. هنا إيش راح يقول؟ انه بعد ما مدينا هذه الاشاره مالتنا على الميت فريكونسي كلها، على الميت تردد كلها، جينا خلينا فد اليات معينه او فد تقنيات معينه. هاي التقنيات شو تسوي؟ تسوي ريجوليت ذا امبليتيود، راح تنظم لي الامبليتيود السعه، وتنظم لي الفيز، كذلك تنظم لي الفريكونسي التردد مالت الاشاره. زين، الباس باند شنو؟ ان ويتش The signal occupies a band of frequencies around the frequency of the carrier signal. يعني هنا الإشارة مالتي
اللي اريد ارسلها راح تاخذ مساحة معينة، او راح تاخذ فد حزمة معينة، ما تستهلك كل التردد، لا حزمة معينة، مثلا من 50 الى 60، من 80 الى 90، وهكذا تاخذ اشارة معينة. زين، هذا النوع الاول اللي هو البيز باند ترانسميشن، it is common for wires، يعني هذا اكثر شيء يستخدم بالواير، او يستخدم البيز باند مع الاشارات اللي نستخدمها بارسال الواير. يعني احنا عندنا الاوساط نوعين، اكو واير نستخدم بها كابلات، واكو وايرلس. فمن نستخدم واير يكون نوع الارسال المفضل هو البيز باند. من نستخدم وايرلس، it is command for wireless and optical channel. من نستخدم وايرلس او اوبتيكال شانل، اوبتيكال سيجنال، الافضل انه نستخدم الباس باند ترانسميشن. فهذا هو الفرق بين البيس باند وبين الباس باند. ممكن تجي على شكل شرح، ممكن تجي على شكل مقارنة بين النوعين، او ممكن تجي على شكل استخدامات، وين ممكن نستخدم هذا النوع وين ممكن نستخدم هذا النوع. نجي الى المالتيبلكسنج. المالتيبلكسنج معناها اني راح استخدم سنجل شانل، شانل واحد او خط نقل واحد حتى يرسل لي اكثر من اشارة. يعني افترض اني عندي مجموعة اشارات، 10 اشارات وليكن، هذه 10 اشارات ما ارسلها كل اشارة بخط نقل، او كل اشارة بكيبل، او كل اشارة بشانل، لا، هذني راح اجي اجمعهن الاشارات كلهن بعمليه اسمها المالتيبلكسنج. اجمعهن كلهن، اطلع من عندهن اشاره واحده، هذه الاشاره الواحده ارسلها بشانل واحد، بكيبل واحد، بخط نقل واحد. بهالطريقه انا وفرت علي كوست، وفرت علي سرعه، وفرت علي تعقيد، كومبلكسيتي. من ترسل هذه الاشاره تصل عند الطرف الثاني اللي هو المستلم، راح ارجع اسوي دي مالتيبلكسنج، افتح هذه ال10 اشارات افصلهن، وكل اشاره ترجع الى سابق عهدها. فهذه هي عمليه المالتيبلكسنج. channels are often shared by multiple signals، يعني مجموعه اشارات multiple signals تتشارك shared ب channel واحد. it is much more convenient to use single wire، يعني انا راح استخدم واير واحد، سنجل واير، تو كاري سيفرال سيجنالز، يعني انا راح استخدم واير واحد حتى يحمل لي مجموعه اشارات. هذا يكون افضل، ذات از بيتر ذان تو انستول ا واير فور افري سيجنال، يعني افضل مما اني انصب واير او خط نقل لكل اشاره. المالتيبلكسنج بانواع، عندنا المالتيبلكسنج بانواع. النوع الاول نسميه اف دي ام، يعني الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج، اف دي ام، الويف لينك ديفيجن مالتيبلكسنج، ال دبليو دي ام، التايم ديفيجن مالتيبلكسنج، ال تي دي ام، الكود ديفيجن مالتيبل اكسس اللي هو ال سي دي ام اي. زين، البيز باند ترانسميشن، احنا قلنا عندنا الديجيتال موديوليشن يقسم الى قسمين، البيز باند ترانسميشن. شنو يعني البيز باند ترانسميشن؟ قلت لكم باول بدايه المحاضره انه انا عندي ديجيتال داتا. شنو هي الديجيتال داتا؟ الديجيتال داتا هي اشارات الصفر والواحد. زين، هاي الديجيتال داتا راح اجي اني ارسلها واسوي لها موديليشن، امثلها، يعني هاي الديجيتال داتا راح اجي اني ارسلها ديجيتال داتا وديجيتال موديليشن، ديجيتال داتا وديجيتال سيجنال. يعني هنا اذا تنتبهون وياي، هنا هي ديجيتال داتا وراح اسويها ديجيتال سيجنال، ولكن اكو عندي حالات ثانيه اذا هسه نشوفها، ديجيتال داتا ولكن انالوج سيجنال. فهسه انتبهوا الى هاي الحاله، ديجيتال داتا، ديجيتال سيجنال. اذا عندي اشاره ديجيتال واريد امثلها بطريقه ديجيتال، ايش راح استخدم؟ راح استخدم عده طرق للتمثيل. هذه الطرق كالتالي: النون ريتيرن تو زيرو اللي هو الان ار زد، هذا يسجلوهن يمكم على المحاضره، قد يجن كتعداد تسجلوهن يمكم حتى لا حد يقول ما مذكورات. النون ريتيرن تو زيرو، عندنا النون
return to zero invert. وعندنا المانشستر وعندنا البايبولر انكودينج. هذني أربع طرق. إيش أسوي بيهن؟ أمثل بيهن الديجيتال داتا على شكل ديجيتال سيجنال. زين. أكو عندنا كذلك طريقة خامسة نسميها طريقة الفور بي فايف بي. فعندكم ذني خمس طرق مطالبين أنتم بالتعداد فقط. يعني ما راح أجي أقول لك اشرح لي الفايف بي الفور بي فايف بي أو اشرح لي النون ريتيرن تو زيرو، لا، ولكن أنت مطالب أنه تعرفهن وتعددهن. هاي الطرق الأولى. الطرق الثانية الباس باند. هنا نشوفه هنا، إذا عندي أني ديجيتال داتا ديجيتال سيجنال، هذا من راح استخدمه؟ هذا استخدمه مع البيز باند ترانسميشن. إذا كان عندي بيز باند ترانسميشن فأني راح يكون عندي نوعية الإشارة هي ديجيتال داتا ديجيتال سيجنال. بالبيز باند ترانسميشن راح استخدم ديجيتال داتا ديجيتال سيجنال، بينما إذا عندي باس باند ترانسميشن، باس باند ترانسميشن هنا أنا شو راح أستخدم؟ راح أستخدم الديجيتال داتا على شكل أنالوج سيجنال، الديجيتال داتا على شكل أنالوج سيجنال. هذه هي الديجيتال داتا مالتي، هاي هنا 0 1 0 1 0 1 وهكذا. هاي الصفر والواحد راح أمثلهم على شكل إشارات أنالوج. هذا النوع الأول أو هاي الطريقة الأولى للتمثيل. هذه نسميها الامبليتيود موديوليشن، هذا الاي ام الامبليتيود موديوليشن اي ام. هذا النوع الثاني، هذا نسميه الفريكونسي موديوليشن، هذا الفريكونسي موديوليشن. اما النوع الثالث هذا اسمه الفيز موديوليشن. مثل ما تشوفون هنا أنا عندي إشارة الصفر وهنا أنا إشارة الواحد. نجي إلى النوع الأول اللي هو الـ AM، نشوف إشارة الصفر هذه عبارة عن صفر، بينما إشارة الواحد أكو بيها إشارة، فأكو